راني التزمت ونلتزم من جديد انني لا احرم اي جزائري من اي شيء في خاطري. بعد 6 أشهر يبداو الناس يشوفوا ثمار. لوطوروت عامره، الكافوياج، الناس تبني، العمارات طالعه، المستشفيات محلوله، المرتبات الناس تخلص، ما كان شان على بولانجري ولا شان على كذا، وراها الازمه هذه. فهي كلها بشائر. انتم تشوف كي تغرس الشجره يمكن السنه الثانيه تبدا تذوق. اعتقد الشجره ذات سنتين بدات تذوق في ثروي تاعها، وبالتالي هذه السياسه الرشيده اللي سطرها السيد الرئيس وتنفذها الحكومه حرفيا بدات تاتي بثمارها. الغاز وصل القرى، وصل المداشر، وصل في قمم جرجرة، في قمم الورسنيس، قمم الاوراس. اليوم راه فيه رفاه. فكانش فرق بين جزائري عايش في بروكسل ولا عايش في برلين ولا عايش في باريس، وجزائري عايش في العاصمه ولا في وهران. ارفع راسك يابا، ارفع راسك يابا. احنا الجزائريين موالفين بالهبال هذا وعايشين في الهبال هذا، كاننا يعني في دار المخلين عقليا. انا زيل دوفو يوريونا باللي مستقبلنا هو ماضينا. رفعوا راسنا شويه، واش احنا كاع لا شيء ولا واش في الدنيا هذه؟ ماذا بيا؟ وارجو من الساده الولاد والساده رؤساء الدوائر المسؤولين المحليين الكف عن الوعود الكاذبه والالتزام بما تستطيعون. المهم انا نطلب منكم برك غير شويه صبر، شويه صبر، اشهر قليله ان شاء الله، وتما تشوفوا بعينكم، ما تسمعوش بودنيكم، تشوف بعينك ان شاء الله. بفضل الله عز وجل وبالتزكيه تاعكم يوم 13 ندخلوا في الجزائر الجديده، الجمهوريه الجديده، ونبعدوا نهائيا عن الجمهوريه تاع اللي يكونوا في لي بلو. اوف، ما كان والو.